تقدم الجنازة الشعبية محافظ الإسكندرية وعدد كبير من الناس اللي صلوا داخل المسجد وخارجه على روح المرحومة واللي طلبوا بالقصاص، لكننا ما شفناش حد من السفارة الألمانية. احنا بنواسي طبعا قصة التفقيد لأن دي سيدة في مقتبل عمرها وحادث أليم بشع، وأيضا بالنسبة لجوزها يعني أيضا عملية صعبة جدا بالنسبة لأهلها وأسرتها وأسرة جوزها، فإحنا كلنا متضامنين معاها ويعني وهنقف معاها، مش مجرد الجنازة، لا هنقف مع الأسرة لحد ما تنتهي كل شيء وتبدأ وانسانته معنويا كمان عشان هما في محن، فلابد نقف كلها جنبه. المرحومة مروة الشربيني هي ست مصرية مسلمة محجبة كانت عايشة في ألمانيا، تعرضت للإساءة من مواطن ألماني شدها من الحجاب وقال لها أنت إرهابية. المرحومة سلكت الطريق الحضاري في التعبير عن غضبها ورفعت قضية على الجاني وكسبتها، وأثناء النطق بالحكم أخذ خنجر وطعنها حوالي 18 طعنة، وما حاول جوزها ينقذها أصيب هو كمان، والحادث ده كله كان أمام ابنهم اللي عنده 3 سنين. السؤال اللي عايزين نعرف إجابته، إزاي يدخل شخص مسلح لقاعة المحكمة وليه البوليس اتدخل في آخر لحظة؟ أولا تصوير الأمر على أنه ده مجنون هذا كلام يعني لا أساس له من الصحة، هذا سبق إصرار وترصد، هذه عنصرية أصبحت تسود الغرب، هذه ثقافة أصبحت تواجه كل ما هو إسلامي وتواجه الحجاب وتعتبره شكل من أشكال الإرهاب، وأنا أعتقد أنه حان الوقت لأن نتخذ موقفا. بيحظى حادث المرحومة مروة باهتمام إعلامي وتضامن شعبي، وده كان واضح مع وصول الجثمان بالأمس في مطار القاهرة الدولي وأيضا اليوم في صلاة الجنازة بالأسكندرية. لا ما فيش أي كلام على تعويضات، احنا بنتكلم دلوقتي في الحق الجنائي، ما بنتكلمش في أي فلوس ولا أي تعويضات، أي فلوس مش هتعوض اللي راح. عايزين الحكومة المصرية تجيب للطفل الصغير ده حقه، أمه اللي اتقتلت شهيدة إسلام دي عاوزين رب الدولة تجيب لها حقها، تجيب حقها للولد يعني الأكثر والأقل ونحتسبها عند الله. تعالوا نعكس الحادثة ونتخيل إن الحادثة دي حصلت في مصر والضحية مواطن ألماني، يا ترى كان إيه اللي هيحصل؟ مدافن برج العرب هو المكان اللي دفنت فيه المرحومة مروة الشربيني، لكن ابنها اللي عنده 3 سنين وشاف الحادثة دي بعينيه، الطفل ده هيعيش إزاي بعد كده؟ بجد جه الوقت اللي لازم كلنا كعرب ومسلمين نتكاتف مع بعض عشان نجيب حق المرحومة هي وابنها، وكمان عشان ما تتكررش حادثة زي دي تاني. شيرين سليمان، القاهرة اليوم. مأساة تعيشها أسرة الشهيدة ويعيشها معاها كل المصريين. أنا مش مصدق إزاي طفل عنده 3 سنين هينسى منظر والدته وهي بتطعن أمامه وبتموت. مش مصدق الزوج ده اللي كان قاعد في مقاعد المتفرجين وحاول يوصل ينقذ مراته وأصيب وضرب بالنار من الشرطة الألمانية، إزاي هينسى يوم زي ده؟ بس أنا عايز أسأل فعلا السؤال اللي وجهناه، لو كان ده حصل في محكمة مصرية كانوا قالوا عننا ايه؟ كانت السفارة الألمانية والحكومة الألمانية طلبتنا بايه؟ وهو ده اللي احنا عايزين نعمله معاه مع الحكومة الألمانية. احنا مش كافينا انه يطلع يعتذر لنا سفير، لا احنا عايزين المستشارة الألمانية تعتذر شخصيا تقول للشعب المصري احنا اسفين، احنا عايزين اعتذار قوي وعايزين تصريحات قوية من مصر اللي راحت دي مصرية تمثل كل المصريين. نفسنا بقى ان يشعر المصريين في الخارج بوقفة الحكومة المصرية. مش معقول ابدا ان احنا نفضل بهذا الشكل، ومش معقول ابدا ان احنا نقول معلش حفاظا على الصداقة. هنا بقى مفيش صداقة، هنا بقى تبان الصداقة الحقيقية، تبان من المانيا الاول وبعدين تبان من عندنا، انما تبان من هناك الاول وتبان بقوة وبصراحة، وعشان نبقى حاسين ان هذا الشخص سيعاقب، وعايز حاسين ان الامن الذي قصر في التأمين سيعاقب. اراهنكم ان الشخصية المصرية دي، هذه الفتاة مروة وهي داخلة المحكمة كان الكل بيبص لها وهي محجبة، انما ما بصوش على القاتل اللي داخل بسكينة امام قاضي ومعاه المحامين بتوعه في قضية، شايل السكينة وداخل يموت انسانة في ساحة القضاء الالماني. ادي الالفات من ابناء اسكندرية المشاهد اللي فاتت، وانا عايز اقول لكم انه ابناء اسكندرية ومحافظة اسكندرية ناس وطنيين، ناس محترمين، ناس مؤمنين، ناس دمهم حامي،
ناس فعلا النهارده اثبتوا لما طلعوا، لما يعني مهما كان حد يحكي لي انه كان هيبقى فيه جنازه بالشكل ده عمرنا ما كنا هنشوف هذا العدد الكبير. فعلا ناس محترمه وناس جميله اهل اسكندريه. انا عايز بس اقول حاجه حضراتكم، انه على المستوى الرسمي محدش هيتحرك الا الرئيس. رئيس بس. الرئيس بس هو اللي يقدر يحرك الموضوع ده. بصراحه كده يعني انا ما شفتش رئيس الوزراء مثلا، ما شفتش وزير الخارجيه، ما شو الناس دي ما يا عم اضحكوا علينا، اطلعوا قولوا لنا اي كلمتين، يعني اطلع رئيس الوزراء يقول ان مروه كده اي حاجه، اضحك عليا يا اخي، هي دي سياسه، اضحك عليا، يطلع وزير الخارجيه يقول ان اي حاجه. لا وعايزين يا عمرو كمان يعني دي الحكايه دي يا محمد مش هتتحرك غير اما الرئيس يقول ايه اتحركوا، شوفوا لنا يا جماعه الموضوع ده ايه، انتوا ناويين تعملوا ايه في الحكايه دي. تليفون صغير من بتوع 7 الصبح بتوع الرئيس، هتلقى الناس دي كلها وهتسمع كل المسؤولين، فجاه تصبح مروه قضيه قوميه. ده صحيح، فجاه هتصبح قضيه قوميه. بس هي الفكره انه مش عارف ليه يعني بيخافوا من ايه، او ايه القلق، او ايه المشاكل اللي ممكن تحصل. وبعدين العلاقات المصريه الالمانيه علاقات قويه وممتده والى اخره، وارد ان يبقى فيه احداث زي دي، وارد ان يحصل عندنا. هو يعني مفيش مواطنين المان اتقتلوا في مصر؟ اكيد حصل، بس الفكره في ايه؟ انه بس الناس بتبقى عايزه تحس ان وراءها حكومه تستطيع انها تسند هذه المشاعر. لانه لو سيبنا الناس كده على فكره ده من اخطر ما يمكن، ان انت بتقول للناس ايه؟ روح انتوا بقى تصرفوا مع الالمان ومع الحكومه الالمانيه. خطر بالظبط، خطر جدا الحكايه دي، لان الناس ديت بيحركها المشاعر والعواطف والدين والاحاسيس واشياء كثيره. اطلع انت بقى بعد ما الناس طلعت اللي عندها، ادخل بقى انت بالستار السياسي بتاعك، بطرقك الدبلوماسيه، بالاشياءك القانونيه. وعايز اقول لك عمرو برضه في برضه ناس احنا مستنينهم يتكلموا. يعني البيت الابيض، الخارجيه الامريكيه اللي بتعلق على اي طوبه بتترمى على اي حد في اي حته في العالم ويقول لك الالتزام مش عارف ايه. لا راجل ما توصلوش دي. يعني ما توصلوش ازاي؟ لا بعيده. لا ازاي؟ لا 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 دي مش جريمه عنف. لا دي لا مش لسان احنا بس، هو ده مش زي الراجل الاسرائيلي اللي طلع اوباما اتكلم. لا لا مش زي الراجل الاسرائيلي. ليه؟ كده؟ هو انت زي اسرائيل؟ يعني ايه انا زي اسرائيل؟ لا 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 عشان احنا اقوى، يعني الخارجيه بتاعتنا ما بتعملش اللي بتعمله الخارجيه الاسرائيليه؟ طبعا الله طبعا. بس ده حق يا عمرو، ما ينفعش يا محمد، كل واحد بياخد على قد قوته. لا لا ما هو في دي بقى ما ينفعش، في دي بقى الخارجيه الامريكيه وكلامهم عن الاسلام والتسامح وصفحه جديده يا اولاد ونبدا ان شاء الله واوباما يجي القاهره كويس وضد العنصريه ومش ضد. انا عايز اعرف ولا الهوى واشنطن امريكا هتقول ايه على هذه ولا يعرفوا عنها حاجه، ولا انت معلم معاهم بثانيه. يا راجل الالمان نفسهم ما اتكلموش، هيتكلم الامريكان. يا محمد انت بتاخد على قد قوتك. كله لو اتقتل كان مواطن اسرائيلي كان هيبقى الوضح، كانت هتلقى الموساد باعت قواته مش عارف فين، ومش عارف السفاره الاسرائيليه راحت فين، واللوبي لو اتعور، والمعبد اليهودي في برلين عامل احتجاج، والمش عارف ايه. هم عندهم طريقه معينه لمعالجه هذه الامور. ليهم قوه، الاتراك ليهم قوه طبعا، الهنادوة ليهم قوة، الفلبينيين في الخليج ليهم قوة، الباكستانيين ليهم قوة، كل الناس دي كتل بيتعمل حسابها. ليه؟ لأنه لما بيحصل حاجة بيكشروا عن أنيابهم، ولادنا ما يتعملش فيهم كده. أنت عندك بصراحة، وده يمكن الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة يا جماعة، إحنا مش واقفين عند مبادرة سفير شاطر. يعني مش واقفين عند المصريين في الخارج إنه السفير بتاعنا محترم.